قدم واحدة من أجمل مبارياته في مشوار هذه التصفيات، كما أشرنا انتصار هو الخامس على توالي كابتن يوسف. شوط أول 3 أهداف، هدفان في الشوط الثاني، تغييرات ناجحة، كل شيء كان موفق اليوم. من أحد أفضل المباريات صراحة لعبنا خارج ملعبنا، وأداء ونتيجة أظن فريق المنتخب سيطر على المباراة في الشوط الأول، سجل 3 أهداف. شيء جيد انه كنا متاخرين، لكن عدنا في المباراه يعني في بسرعه، سجلنا الكره الثابته اللي كانت حد امينه، انه رغم يعني التغييرات اللي عملها تقريبا 4 أو 5 تغييرات، كل اللاعبين اللي دخلوا اعطوا اضافه، وهذا شيء مهم جدا. انا يعني حتى البدلاء جاهزين على المستوى البدني، على المستوى الذهني، على المستوى الفني، كذلك داخل ارضيه الملعب، دخول بوخلال، دخول كذلك اللاعب اخنوس، دخول سايباري، دخول ازلو، كلهم لاعبين اعطوا اضافه، وشاهدنا فريق تطور خصوصا الشوط الثاني، اصبح توازن اكثر. يعني الشوط الاول كنا ربما ربع ساعة الأولى والعشر دقائق الأخيرة كنا نعاني من المرتدات ومن التحولات، لكن الشوط الثاني كان هناك ربما بعض التعليمات، توازن أصبح ما شاهدناش كثير اللاعب خصوصا حكيم اليوم، عندما يصعد يبقى اللاعب المزراوي، شاهدنا سيطرة في وسط الملعب، شاهدنا وصول إلى المرمى بشكل جيد، شاهدنا أهداف، شاهدنا كذلك تماسك خصوصا المدافعين اللي قدموا مباراة كبيرة اليوم، خصوصا حركاس واللاعب نايف أكرد. أظن استمرار على الثنائية هي ستعطي الإضافة أكثر مع ما تبقى من المباريات كذلك، بالإضافة كما قلت اليوم إلى لاعب وسط الملعب اليوم سفيان، واللاعب صحيح يمكن أوناحي كان أقل مستوى، لكن سفيان كان جيد خصوصا في عمل افتكاك الكرة، أعطى التوازن خصوصا لوسط الملعب مع دخول اللاعبين الثانيين كما قلت أخنوس مع اللاعب سايباري وأنصيري واللاعب بوخلال، أعطوا إضافة أكثر. أظن أن إيجابيات كثيرة اليوم، أول شيء خارج ملعب نسجل 5 أهداف، لم نستقبل إلا هدف، إلى غاية الآن سجلنا 19 أهداف، تعطيك دابا هذيك الاستمرارية اللي كنا احنا نعاني منها وهي في عملية عدم تسجيل أهداف. الآن في المباريات الأخيرة أصبحنا نسجل 4 أو 5 أهداف، وهذا شيء مهم، شيء دائما يعطي كما قلت ثقة للمدرب وللاعبين وحتى للجمهور اللي ربما يثق اكثر على قدرات هذا الفريق للذهاب بعيد خصوصا ان شاء الله في النهائيات. المنتخب المغربي كابتن عزيز، قلنا انه بدايه المباراه لم تكن جيده، هدف منذ الدقيقه 4، هدف ملغى عبر اوباميونغ، لكن القراءه الاجماليه لوليد الركراكي لهذه المباراه هل تعتبرها كانت موفقه الى حد كبير؟ اكيد اكيد، لانه يحسب لوليد انه في 10 دقائق الاولى كان هناك تسيب، اظن اللي يسمح لي للجابون انه يسيطر على المباراه في الشوط في بدايه الشوط وسجل هدف وكان وقتها، لكن يحسب لوليد منذ تسجيل الهدف انه صحح، انه سعى على ان يكون هناك توازن في عمليه عدم ترك قلبي الدفاع لوحده، بس هناك لاعبين عندهم ايضا امكانيات يعطوا الاضافات، التغييرات كانت في الوقت المناسب بالاسلوب اللي فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بخماسية لهدف وحين السباق للتسجيل. عجبكم محتوى هذا الفيديو؟ لا تبخلوا علينا بإعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة، ولا تنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الأخبار. يمكنكم في أي وقت اقتراح مواضيع ترغبون مشاهدتها على القناة. شكرا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.